برشا في برشا خدم فما برشا على حسب لغة أوضح. أكيد يلقى بلاستو في العليلي زيدا مش ولا العظيم. ولا تونس إن شاء الله ربي يصلح حالها ماشية بالتويلي ما فما شي يعجب البلاد هك شوف فيها باركة. معناها حقوقنا ماشية هكيكة ماشية في العفس. فما حتى خدام ياخذ في حق. تلقاه يخلص معناها أكثر من الآخرين والحاجة اللي تصير يعاودها. هكيكة في تونس الأغلبية وصلوا كان يلحسوا من الآخر. إن شاء الله الرئيس يفيقلها ويعمل لنا حل. البلاد ماشية في العافس كل شيء غلي. الواحد صايم معناها يتنفس بالباي حتى الباي فيتو عاش ينجم يتنفس. شنية الأمور شنية ترى في تونس شنية الأجواء؟ ها ولاية تونس إن شاء الله ربي يصلح حالها ماشية بالتويلي ما فما شيء يعجب البلاد هك شوف فيها باركة. كان خدمنا كلينا ما خدمناش ما نجموش نعيشوا بصراحة كل شيء غلط. على ذكر الخدمة مادام شنو ترى العلاقات معناتها بين العمال والموظفين مع العرف شنية ترى شنية رأيك معناه؟ والله شو نحكي لك العروفات بنسبة 5% ممكن مش تلقى عارف به مع خدامته باش يعطيهم حقهم يصب لهم سناسيس. أما الباقي الحقيقة لا استغلال فوق ما تتصور. خدام نورمال ما يخدم 8 سوايع يضرب 12 ساعة و10 سوايع وما يخلصش معناه في الأوفر تايم متاعو. معناه حقوقنا ماشية هكيكة ماشية في العفس. فما حتى خدام ياخذ في حق. تخدم انتي؟ خدم انا. تاخذ في حقك؟ لا الحقيقه مش في البلايص الكل. بون نخدم في برشا بلايص انا دوميني توريزم مش في البلايص الكل. لا ثم سناسيس ما فما حتى شيء. معناه يمكن زوز ولا ثلاثه بلايص فيهم سناسيس وباش تلقى فيهم راحتك وحقك مضمون فهمتني؟ توا تصير مشاكل ما بين الزملاء في العمل يعني؟ والله تصير مناوشات معناها حكايات فارغة. فما اللي يمشي يكمبس صاحبه مثلا يكلم العرف يقطع له خبز تقول على حكاية فارغة ولا العظيم. برشا في برشا خدم فما برشا على حسب لغة أوضح. معناها يكون هكيكة يلقى بلاصتو؟ أكيد يلقى بلاصتو في العليلي زيدا مش ولا العظيم. تلقاه يخلص معناها أكثر من الآخرين والحاجة اللي تصير يعاودها. هكيكة في تونس الأغلبية وصلوا كان يلحسوا من الآخر. والله هذيك عيشتنا في تونس. كل اللي يقرا كل اللي ما قراش كل اللي كلها كيف كيف. وشنية تحب تقول للعروفات والعمال والمسؤولين في تونس شنو تحب تقول لهم؟ والله بالنسبة للعروفات نقول لهم أعطوا حق العباد. معناها كي يخدم عندك خدام اعطيه حقه واعمل له سناسيس اعطيه بريمات وكل شيء فهمتني. راهو فما عباد مساكن لا بريم لا سناسيس لا حتى شيء نخدمه تحت الحيط. معناها هذيا معناها كاو اكثر من هكا من نجم نقول شيء. ان شاء الله الرئيس يفيقلها ويعمل لنا حل. البلاد ماشيه في العافس كل شيء غلي. الواحد صايم معناها يتنفس بالباي حتى الباي فيتو عاش ينجم يتنفس. لو فما شكون معاك كي من صاحبتك وصلت لهم مشاكل من الخدمه نتاعهم وطردوهم؟ والله الحقيقه بالنسبه للبلاصه اللي فيها انا لا. اما في بلايص اخرين فما 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 ان شاء الله ربي يهدي وكهو. احنا نقولوا الله يقطع قسم مؤمن خاطر بالحق البلاد هذيا كان ما تخدمش راك ما تعيشش والله.